صراحة كانت واحد التجربة زوينة ديال تيليفريك ديال أكادير، يعني كتمشي من أكادير لتحت لأكادير وفلا، كاين فيها الآلي وكاين فيها الروتور. صراحة كانت تجربة زوينة، وخليكم مع الفيديو. بالنسبة للتيكيت الإخوان، بالنسبة للدرية الصغيرة اللي كيكون عندها واحد العلو هنايا تقريبا 5، وبالنسبة للإخوان دابا غادي ندخلو نشوفو التجربة ديال التيليفريك. السلام عليكم، بخير، الله يحفظك. تيركم انا مازال يلا شبيتو على روتو ولا ليسان؟ لا راه غنرجعوا لهنا على روتو. على روتو هتجيب مثلا 95 درهم ولا 95 درهم؟ سير شوف هاد الطول. فالدري تا هو؟ لا الدري فيه 230. اللي فايت مترو 30، هذا اللي فايت مترو 30 دابا بالون، باش كنعرفو اللي فايت مترو 30 عنده 95 درهم بحالكم بحال زغلوتو. كانت تقل بحال دابا الهدية كتحسبو، يعني غاتجيكم نتوما 95 درهم لواحد، الهدية ب 75. 75 بحال شحال في التوتال؟ شوف لي التوتال دابا ديال زغلوتو واحد الي وروتور شحال في هذا الوقت؟ لا بالنسبه بالنسبه للتيكيت الاخوان، بالنسبه للدريه الصغيره اللي كيكون عندها واحد العلو هنايا تقريبا 75 درهم. بالنسبه لربعه الناس بالنسبه لربعه الناس تقريبا ودريه صغيره حلا خلصنا شي 7200، يعني 360 درهم بالنسبة 95 بالنسبة للكبار، وبالنسبة للدرية الصغيرة 75 تقريبا قطعنا الي وروتور، لأن خلينا الطوموبيل هنايا أنا خص واحد تقريبا واحد ربع ساعة باش غتمشي. صافي قولي يا أستاذ، بي غتمشي الوقيلة كتصور ياك؟ تبين عندك شي كابين بوحدك؟ تبين عندك شي كابين بوحدك باش تدخل تاخد راحتك؟ علاش زايدة حتى هي ولا؟ لا حيت إلا نورمالمون دابا نتوما هادي مقطعين مقطعين علي روتور عادي ياك؟ غيرو كان جيو كاش لا هي داك الشيء هذا هو علاش؟ سير يلا اسرع اسرع. لا سير 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 سير. شكرا. بالنسبة للإخوان كما شفتوا هذا هو باش قطعنا بالنسبة للثمن ديال التليفريك. بالنسبة للدرية الصغيرة اللي كان فيها واحد القياس قطعنا ب 75 درهم الي والروتو. صراحة ما كنسمع لا صوت لا حتى شي حاجة. يا كيسر داكشي زوين. شوفوا أكادير من فوق، ها لاتي شتي خلع.
صافر من هاد الجهه ماشي الجوج صافر الزهر الزهر شوف الفراخ راه من الفراخ ديالنا وراس شوف شوف هادي عطانا ما زويناش هنايا في هاد الباب لا كلهم كندبرك شكرا عندك جعده تجيك الباب ديال الجيش شد راه ديال الله الوطن الالماني كاين شي خوف ضروري ضروري خفتي صراحة خفت الاول في البداية اما دابا عادي غير فاش كتبدا ديك اللعيبة الشدي لعيبتي فين كتخافي وانت شوية شوف هنا خفتيش شوية شوية شو شو هما اللي كاين هاجر دين والهضره ديالهم تابع ليها الشركه ايوا راه كاتبين ديك الورقه تاع عيش شو بالنسبه للبلاج يعني بالنسبة للإخوان صراحة تجربة زوينة هي واحد شوية كان شوية ديال الخوف فاش يلا طلعت تتبان لك من الفوق اللي كان ما مولفش بالنسبة للدراري كاع كانوا خايفين في الأول ولكن التجربة كتكون شوية هي كيسرى ها كي كنتي في الأول كان الخوف ولكن دابا ما بقى لا خوف لا حتى شي حاجة دابا ولات عادي شي دابا انت ما غتحس بواحد الترعيده دابا غتحس بواحد الترعيده راه ديال شتي راه ديال هذوك فاش تيدوزو هاي انا غادي في الاول غادي بشويه باش كتكون غراجه كتجيب جاد بغاو يشوفوك دابا المناظر انت دابا دخلتي دابا للمدينه وليتهم هذا هو اللي كانوا دايرين في الكرنفال وباقي غادي يكونوا ان شاء الله ديال كاس العالم ها هما وكاين جا مجلود دابا ها هو انتم وصلتوا على سلامتكم اخيرا غادي نرجعوا وحقاش دايرين الي وروتور دير بينا خليني يسرى خليها يسير بعد تجي يعني الاخوان نزلنا خدنا واحد البريك شويه عاد غنعقبو ثاني نكملو باش نرجعو للبلاصه منين جينا كما قلنا بان خلينا الطوموبيلات الفوق وبالنسبه لهاد الشركه تقريبا هما اللي دايرين دينولاند اكوا بارك هما النت اللي دايرينو بالنسبه للاخوان هنايا تينزل واحد لا بغى يستراح كما شفتوا الدراري مشاو بغا يلعبوا البيار وبالنسبه للاخوان دابا يعني الروتور
دابا بالنسبه للرسول هذا هو المجسم اللي غيكون في الاحتفال ديال الكرنفال اللي غيكون في أكادير. صراحة تجربة زوينة وزوينة بزاف. الناس اللي جاو لكادير يعني ضروري ما يجربوا هاد التليفريك. كلشي خايف كلشي ما خايفش الا حنا اما مولفاش هو ما ماشي حرام والله تعمر لا راه تسخن الحال دابا تسخن الحال خصنا بغينا نمشيو بكري بحال دابا لا ماشي لا يمكن تسخن الحال صراحة كاين البرد الإخوان بزاف ويتنقص من السرعة. هذه هي المرسى، هذه مارينا، هذه هي مارينا. بالنسبة لشو دابا راه فاش تحرك البرد بزاف هي تمشي بشوية. شوفي دابا هاني ما راهي هل نظرك خرج من الشانطي شنو هذا الخوان تحرك البرد بزاف ولا تلعب يعني دراري خافوا مسامحة مسامحة لا 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 فاش يكون البرد تمشي بشوية. هذه هي المرسى الإخوان صراحة كتولي مناظر مصورة بحال بشكل ديال الدرون بقى لكم درديفه وحده بقى لكم درديفه وحده بالبحر البحر بدا تيعمر شتي انا نالي ان شاء الله لقطة زوينة فيها أكادير كاملة. يعني بالنسبة لنا أو شكت على الوصول هذه هي قمة هو الوصول ديالها. وعلى سلامتكم شكرا لحظك يا سيدي خليها
سير سير. واخيرا ياك ياك كنتو خايفين ياك يا سير خاف ها فاش جا البرد ها ياك بالخصوص يا سير ها قرب مني يا سير. بالنسبه كاين تالي استعدادات غتكون واحد المنصه هنايا غيكون تقريبا شي حفل خاص ب تيليفريك. ومن بعد الاخوان ملي كملنا من تيليفريك درجينا نديرو واحد الجوله هنايا في البحر ديال اكادير ديال المارينا. صراحه هذا من البلايص الاكثر بلاصه عمت فيها في البحر في المغرب هو هذا البحر هذا، لان كانت لا فامي هنايا وكنت تنجي عندهم هنايا بزاف. تقريبا اكبر بلاصه كنت نعوم فيها هو هذا، يعني كاين بعض المرات اللي كنت تقريبا يوميا يعني تقريبا يوميا وانا في هاد البلاج هذا اللي حدا مارينا. وعاد كاين واحد اخر تا هو كتمشي ليه ديال تينفي، تا هو تمشي ليه يعني اجواء رائعه.